معكم سهام من جاليه من كنعيش في هولندا. انا من المتضررين ديال بساتين بوسكوره، الناس اللي بوسكوره اللي ولات معروفه على صعيد المغرب كامل بالنصب ديالهم والشفره والنهب وكل شيء يستعملوه ضدنا. انا شاريه من 2019 وكل مره كيوعدوك كيقول لك مورا 6 شهور مورا 6 شهور، دابا تبارك الله راه 2019 2024 راه 5 سنين ما كاين حتى شي حاجه. حنا دابا مضرين بزاف 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 والمشكل كنجيو هنا في العطله كندوزو هنا قدام محكمه في الوقافات، راه ما يمكنش كتجي تشوف عائلتك تشوف حبابك، انت كتجي كتبقى جالس في المحكمه من المحكمه للمشروع المشروع للمحكمه وكيبقاو يتفلاو عليك. دابا حنايا الغرض الهدف ديالنا بغينا هما يردوا لنا فلوسنا لحقاش سخسخونا محنونا. مشينا عندهم انا دافعه مويان ستوندين واخده ب 35 مليون على اساس انني واخده مويان ستوندين. ملي كنجي تنبغي نكمل معاهم، يعني انسان باغي يكمل الاجراءات باش ياخذ لابارتمون ديالو تيقول لك لا ولات اقتصادي. كيف يعقل تولي اقتصادي؟ ما يمكنش ليا، انا عندي الملك، كيفاش انني ناخذ اقتصادي؟ واش ناخذ انا بارتمون 35 مليون ونخلص انا التيفي للدوله نوصل ل 40 مليون عاد النوتير نولي انا في 45 مليون وفي الاخر ناخذ اقتصاديه؟ راه لا يعقل، ما كايناش هذه على وجه الارض نهائيا. وملي كتمشي تبغي تحاور معاهم كتبغي تمشي تحاور معاهم على اساس يلقاو معاك حل، تيقول لك سير جري طوالك سير جري طوالك. بهذا المعنى سير جري طوالك سير جري طوالك، ولا كيجيبوا لك السيكوريتي خرجوك من تم. انت كطالب غير بحقك، باغي غير حقك، بغيتي غير المسائل ديالك تاخذهم بشكل ودي بشكل ودي. المسطره القضائيه حنا دابا مع الاستاذه صابور، حتى هي من هذا المنبر كنشكرها بزاف على المجهودات ديالها، وزعما زعما دائما واقفه وواقف المجهودات ديالها جباره. دابا حنا متبعين المسطره القضائيه، عطاونا واحد الحل باننا من هنا ل 2027 ناخذوا فلوسنا. راه ما يمكنش، كيفاش حنا باقيين نقدروا نثقوا فيكم؟ انا من هنا لغدا ما نثقش، انا الا ما كانوش فلوس اليوم من هنا لغدا ما نثقش. ما بقاوش ديال الثقه. ومن هذا المنبر انا حاجه واحده اللي بغيت نقول، وهو حنا صحاب الجاليه، كاين انا كاين الاخوان من امريكا، كاين الاخت ناديه من فرنسا، كاين اخ محمد خالي، حنا واحد المجموعه اللي كبيره وعندنا كثير المجموعه منسقين بعضياتنا، حنا مجموعه كبيره من الجاليه المغربيه. وهذا اللي بغيت نوصل، ان ولادنا حنا هي اخر جينيراسيون باقا غتستثمر في المغرب، اخر جينيراسيون. يعني ولادنا مستحيل هادشي اللي شافونا حنا كنتمحنوا، الناس كتمشي كتدوز العطله في البحورات، حنا كندوزها في المحكمه هنا في عين الصباح، راه ما يمكنش. ولادنا حتى واحد فيهم بقى غادي يستثمر في المغرب، حتى شي واحد على هادشي اللي داز علينا حنايا. انا الجاليه كنصحهم ما يستثمروش، لحقاش كاين الجاليه كيتنصب عليها بواحد الشكل كبير بزاف، كيسحابوا ليهم. حنا كنلقاو الفلوس ف كدور مع الدورات تلقى الفلوس، حنا راه كنضربوا عليهم تماره، كنضربوا عليهم تماره ريال على خو باش كتجمع كتقول اجي نرجع للبلاد. حنا كنموتوا على بلادنا، عاش الملك، كنموتوا على بلادنا، كنموتوا على ملكنا، كنموتوا على احبابنا في المغرب كاملين، ولكن وجه هذا الصبر ما بقيناش قادرين ندخلوا. ولادنا محاش باش غيدخلوا المغرب على هذا الشيء اللي كنعيشوا دابا. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم جيت باش نساند الزملاء ديالي اللي تم النصب عليهم من طرف المقاول ديال بساتين بوسكوره، وتم النصب عليا انا ايضا. جيت باش نشد الزملاء ديالي ونوقفوا وحده باش نعبروا للراي العام على اننا حنا رحنا مضرورين، وعلى حنا اننا منذ سنه 2018 وحنا مضرورين. ما كاين لا شقه لا نوطير لا حتى شي حاجه، ما كاين ما والو. حنا لحد الان باقي كنمدوا ليه اليد ديالنا باش نتفاوضوا معاه، ما كاين لا تفاوض لا والو. وحنا التجأنا للقضاء، اللي حنا عندنا الثقه ديالنا في القضاء، وحنا كنبغيو باش ينصفنا. من هذا المنبر كنوجه النداء ديالي للقضاء بصفه عامه باش ينصفنا من هذا السيد هذا وباش ياخذنا حقنا. وكنعاود نناشد صاحب الجلاله باش يتدخل، وولي العهد ديالو الله يجازيهم بخير، وجميع المسؤولين باش يتدخلوا باش يعطينا حقنا من هذا المقاول هذا. ثاني حاجه، البلاد ما محتاجاش لهذ المسائل، البلاد محتاجه للازدهار، محتاجه لهذه. شوف تبارك الله الملك وهذا كيخدم باش البلاد الظاهر، وبحال هذا المقاول هذا راه كيخلي البلاد باش ترجع للور. دابا السمعه ديال هادشي ديال المقاول ديال البناء ديال مقاوله البناء هي طاحت ومازال غطيح. اذا خص الحد لهادشي باش ما يبقاش يكثر هاد المسائل هادي. كما شرط لي بان صافي الناس ما بقاوش كيثقوا في المستثمرين نهائيا، لان دابا هادشي ولا غير عشوائي.
كتمشي لواحد البلاصه مبنيه كتعطي الفلوس ديالك كتمشي كيبدا النصب. ماشي اول بلاصه الاسبوع النافعه، راه بزاف ديال المسائل الاسبوع اليوم، ولكن راه هادشي اللي كاين. خصو هادشي خصو يتقنن. بعدا اولا خصو تكون واحد الوديعه عند الدوله ديال هاد المقاولين هادو، باش حتى تم النصب عليهم شي بلاصه ولا شي حاجه بعدا يلقاو الفلوس ديالهم منين ياخذوهم. ثاني حاجه خاص يكون واحد الحوار بين المقاولين وبين الدوله، تكون عندهم واحد الوديعه في شي بلاصه كما قلت لك. ثاني حاجه حنا دابا الحمد لله وجهنا عدة رسائل واي ونادينا من عدة منابر اعلاميه باش السلطه تتحرك معنا وباش يكون حوار جاد وباش يشوف معنا شي حل غير ديال الجميع. وبغيت وكنقول كاينه شي تصريحات من عند المقاول تيقول لك اودي الباب ديالي مفتوح والشقق ديال الناس كاينين وما بغاوش يكملوا. الا كان الباب ديالك مفتوح وعلى الحوار ماذا بيا شي واحد من المسؤولين ديال الحكومه ولا هذا ولا شي مسؤول ديال المجتمع المدني ولا هذه يمشي معنا ويوقف معنا على هادشي وندخل عنده ونتحاور معاه على يده هو. راه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي، ما كاين لا حوار لا حتى شي حاجه، ما كاين حتى حاجه والو. البيبان مسدودين، ناشدنا من جميع المنابر باش يكون معنا حوار، ما كاين والو. ناشدنا السيد وزير الداخليه، السيد والي الدار البيضاء، السيد وزير الاسكان، بزاف ديال هذا. باقي لحد الان ما جاوبنا حتى شي واحد. بغينا شي تصريح حكومي يخرج يقول لكم اودي حنا راه توصلنا بالشكايات ديالكم، حنا في اطار الدراسه وغادي نخرج لكم بواحد النتيجه ان شاء الله اللي ترضي الجميع. حنا اليوم جينا باش نعبروا على التظلم ديالنا، وجينا باش نعبروا على هذا الشيء اللي دارنا هذا السيد هذا وهذا الشيء اللي سبب لنا فيه من امراض وداك الشيء. بغينا الدوله تدخل باش تعطينا الحقوق ديالنا من هذا السيد هذا. هذا الشيء اللي كاين باقي لحد الان في نطاق ديال الحوار. حنا هذا الشيء راه دابا حنا مقبلين على كاس العالم ومقبلين على بزاف ديال المسائل وما بغيناش هذا الشيء يطول. راه ما يمكنش الدوله كتبني هو تيريب، راه امبوسيبل. هو دابا الدوله كتبني هو تيريب. دابا راه دابا هادشي ديال العقار ها هو دابا هاد السيد هذا وسخ لي السمعه ديالو، ما بقاش الناس غادي يمشيو للجاليه لا للجاليه ولا الناس ساكنين هنايا. حنا بغينا هادشي يدار لي حد باش نحطوا النقط على الحروف وكل واحد ياخذ المسائل ديالو. وهذوك المسائل الاعلام اللي كيمشي ليهم ولا هذوك المنابر اللي كيمشي ليهم تيقول لهم ودي حنا درنا معاهم، هذا الشيء راه كله كذب في كذب، ما كاين حتى شي حاجه. الناس كلها باقا مضروره، الناس كلها كتغوت على رزقها، الناس كلها باقا الفلوس ديالها، وحنا راه البلاد في حاجه الى الاصلاح، ماشي في حاله الى التخريب، راه في حاجه الى الاصلاح. هاد السيد تيخرب والبلاد كتصلح، راه ما يمكنش. الناس باغا استثمار، وفي غير يستثمروا الناس هادو كيفاش غيديروا هاد المستثمرين تيجيو؟ وكاين هادشي هاد المسائل هادي. حنا بغينا نديروا حد لهادشي، وبغينا صاحب الجلاله نصره الله وولي العهد ديالو والامير مولاي رشيد وكلشي الناس باش يتدخلوا في هاد المسائل هادي، يعطيونا الحقوق ديالنا ويعطيونا المسائل ديالنا. حنا ما كنطلبوش، حنا رزقنا بغينا ناخذوه. حنا من 2018 حنا كنعانيو، راه ما كاين لا الشقه لا والو. الشقه ديالنا راه تباعت 10 المرات، واللي قال شي حاجه يمشي معنا للمشروع يشوف معنا، واللي قال باغي يتفاوض معنا يمشي معنا يدخل معنا، واللي قال هاد السيد قدم لنا المساعده وحلنا البيبان باش ندخل عنده ماشي معنا، راه ما كاين حتى شي حاجه. هاد السيد هذا 8 ديال المنابر اللي دويت فيهم انايا شخصيا واللي ناشدته باش يتكلم معنا باش يتحاور معنا، ما كاين حتى شي رد من جهته، ما كاين لا اتصال لا والو. يعني هاد السيد هذا باقي في جبروت ديالو، باقي كيتعنت، وحنا راه ما كاينش تعنت علينا، لان حنا الحمد لله كاين قضاء، كاين السيد وكيل الملك كيستقبلنا، كاين الشرطه القضائيه كيستقبلنا، كاين الحمد لله كل شيء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.